في الفيديو ده هقول لكم على حاجة تشجعكم ان انتوا تشربوا لبن وتاكلوا زبادي وتشجعوا ولادكم كمان. لازم تعرفوا انه منتجات الالبان مليانة بخمائر مفيدة وبكتيريا نافعة جدا للجسم اسمها البروبيوتكس. البكتيريا دي مفيدة جدا للجسم خصوصا للجهاز الهضمي. ايه فايدتها؟ اولا هي بتحسن جدا جدا حركة الجهاز الهضمي، بتعالج معظم مشاكل الجهاز الهضمي زي الاي في اس الاريتابل باول سيندروم اللي هي سوء متلازمة القولون العصبي مع سوء الهضم، اللي هي كمان بيبقى معظم الناس دي عندها امساك او انتفاخات ومشاكل مزمنة بتخليهم على المدى البعيد يبقى عندهم مشاكل من السمنة او اي حد عنده اي حاجة من المشاكل دي. الخمائر دي بتساعد جدا 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 على تحسينها. طب لو انا اصلا اوريدي عندي حساسية من اللبن او عندي سوء هضم من اللبن او منتجات الالبان، الموز الاخضر غني بنفس الخمائر المفيدة، في بعض انواع الشاي الاخضر برضو غنية بيها، الشوكولاتة الغامقة غنية بيها، حبوب الصويا او منتجات الصويا برضو فيها نسبة منها مش بطالة، فالانتظام عليها هيساعدنا. بس اوفرول لو انت تقدر تشرب لبن او تاكل زبادي ده هيفرق معاك قوي علشان تحل كل مشاكل سوء الهضم او مشاكل الجهاز الهضمي دي. فهي في دراسات قالت ان الالتزام على اكل منتجات البان لمدة 3 اسابيع بتقلل محيط الخصر على بعد اول 3 اسابيع دول، هتلاقوا نتيجة ملحوظة ودي حاجة كويسة قوي. بلس ان هي بتساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، فهي بتحل مشاكل الانيميا عند اطفال كتير وعند ناس عندها مشاكل اصلا سوء هضم، وبالتالي هي بتحسن من كفاءة الجهاز المناعي. بلس بقى ان انا بنصحكم ان انتوا دايما تركزوا عليها وان انتوا تاكلوها في الفترات اللي انتوا لسه واخدين فيها مضادات حيوية، لان المضادات الحيوية مش بتفرق بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة. فلما هتواظبوا عليها الموضوع ده هيفرق معاكم قوي، سواء في يعني خسارة دهون او ان انتوا جسمكم يبدا يحرق سعرات حراريه بشكل افضل، او في كواليتي نوعيه المناعه، او ان انتوا يحصل لكم عدوى بتكرار يعني اكتر. الموضوع هيقل كتير قوي معاكم. جربوا ان انتوا تواظبوا على شرب اللبن خصوصا قبل النوم، جربوا تدخلوا كوبايه زبادي في اليوم في نظامكم الغذائي، الموضوع ده هيفرق معاكم قوي. كل ما هتدخلوا حاجه بسيطه قوي تحسن من كواليتي حياتكم كل ما ده هيفرق معاكم على المدى البعيد، مش بس بنبص دلوقتي خلاص.